عرفت البنت مثلا، عرفت عنها كل حاجه تمام، لكن مش هينفع اروح اتجوز واحده يعني اللي هو اول مره اشوفها وانا رايح اخطبها، مش هينفع. الصالونات بيبقى كل واحد بيتجمل في البدايه، يعني مش دايما بس بيبقى الغالب الداخل ده الشخص بيبقى داخل بيتجمل وهي قاعده برضه بتتجمل، مش بيبقى الحقيقه ظاهره. ما عشان برضه نتعرف الاول الاصل والقرايب وكده يعني. لا لازم اتعرف على حد الاول واختبره كتير واشوف يستاهلني ولا لا، او لو ما يستاهلنيش يعني خلاص. الانسان بيكون متعرف على الانسان قبل كده فبيكونوا فاهمين بعض وعارفين بعض، يعني بيبقوا عارفين بعض بيعرفوا عيوب ومزايا بعض، انما الصنود ده استعجال. والله بيبقى الاثنين فاهمين بعض اكتر، واخدين على بعض اكتر، فبقى في تفاهم بينهم يعني. برغم من ان الشباب